المؤتمر احنا بنعتبره دعوة للشباب انه بدل ما يتعين في وظيفة حكومية او يستنى الناس تجيب له شغل، بنقول له لا، تعالى هات لي فكرة كويسة واحنا ندرسها ونوفر لك التمويل اللازم ونوفر لك الخبرة اللازمة وتتولى انت ادارة هذا المشروع، يبقى المشروع ده بتاعك وبتبقى مسؤول عنه. احنا الكلية بتعمل مؤتمرات، يمكن 5-6 مؤتمرات سنويا. يعني احنا عملنا في بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر مؤتمر عن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، وعملنا بعد كده مؤتمر عن ثورات الربيع العربي اللي هو الثورات اللي في ليبيا ومصر وتونس واليمن وسوريا، وبعدين عملنا مؤتمر كمان في الذكرى السنوية لثورة 25 يناير، عملنا اسمه ثورة 25 يناير التحديات وأفاق المستقبل، وده المؤتمر الرابع اللي هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة. شوفي، أهمية هذا المؤتمر مرتبط بالأوضاع اللي احنا فيها حاليا، الوضع الاقتصادي في مصر مع ارتفاع معدلات البطالة والكساد وتسريح كثير من العمالة عند كثير من المنشآت نتيجة للظروف المصاحبة للثورة. احنا بنبحث عن فرص عمل للشباب، أحد الآليات المهمة جدا هي المشروعات الصغيرة، ولكن في خلال 20 عام الماضي الحقيقة كانت هناك في جهود كثيرة لمساندة المشروعات الصغيرة لتكون أساس في إتاحة فرص عمل للشباب.